باش نحكيو كيما قلت لكم عديد المواضيع. عندنا مدة احنا ديما ما من ماذا بينا ما يغيبش علينا برشا سي سفيان جبل، دونك الدكتور استاذ جامعي في العلوم الاجتماعيه. في الفتره الاخرى كان عندنا موضوع ما حبينا نحكيو فيه، مع بعد كالندري نو بيرميتي با معناتها، دونك توا خلط علينا موضوع اخر باش نعطيوه الاولويه. جيستومون لاكتواليتي على اللي صاير اليوم، معناتها اللي صاير في غزه، الحرب على غزه، وكيفاش اليوم من منطلق ثقافات مختلفه ودول مختلفه وتاريخ ونظره مختلفه، شوفوا معناتها لو تريتمون، كيفاش الناس تتفاعل مع اللي صاير في غزه. وباش نحاولوا ناخذوا حتى عديد الدول كأمثلة، وحتى دي كونفلي اخرين معناتها صايرين او صاروا في دول اخرى. سامر مرحبا بيك، عايشك، شكرا مع الدعوة هذيك، شكرا لي قبولك دعوتنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو. باش نحكيو على الاكتواليتي كمان، بعد باش نرجع معك شوية على مواضيع اخرى تهم تونس مباشرة. خلينا نبداو من هذايا، عملت كل دراسة انا او معناتها بلوتو ممكن مش فوالا ان بوبليكاسيون، دي اسكيس، هما دي اسكيس ريفليكسيون مختلفين يمكن على الخطاب الموجود توا. خذيت نوتر فاريابل في التحليل، الصراع العربي الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني، وخذيت المتغير انه كيفاش يمكن مواجهة السردية المهيمنة. فما الريسي معناها مهيمن باعتبار انه معناها لماذا وكيف يدعم الغرب اسرائيل. قلت انه المربع اللي احنا نتعاركوا مع الغرب فيه المربع الديني هو معناها صراع خطأ ومغلوط، خاطر باش تحكي دينيا، وهذا صار في لينكدين، يكون في حوارات جيني اسرائيلي ناقش فيه. انا عملت حوار متخيل بيني وبين فرنسي، قلت صديقي الفرنسي قال لي انت التقدم الحداثي كذا تساند راك في فلسطين خاطرك عربي ومسلم وتونسي. قلت له بيه سي بيان، وانت فرنساوي مسيحي كاثوليك علاش تساند في اسرائيل؟ اذا انا فما افينيتي معناها حضاريه وثقافيه انت شنو يبر؟ هو ما جاوبنيش، دونك الاجابه واضحه، هو يساند في ايكيفالون مورال. اش معناها نظرة الغرب لإسرائيل عكس ما نتخيلوا احنا، هي دينية و أرماجيدون شنو، هي فما مسألة حضارية. الغرب يحتكر النموذج الوحيد والأوحد للحرية والتطور والرقي والحضارة، وكل من هو مختلف فهو متخلف، والمتخلف خطير إذا صار أقوى فيهدد الحضارة الراقية أسمى مستويات التحضر وهو التحضر الغربي. هذا يفسر، إذا انطلقنا من المنطلق هذا يفسر كل شيء قاعد يصير من 47 لتو. علاش صارت إسرائيل غاديكا؟ علاش 67؟ علاش 73؟ علاش الجولان؟ علاش الشبع؟ علاش الضفة الغربية؟ علاش الانتفاضة الأولى الثانية؟ علاش طوفان الأقصى؟ علاش التطبيع؟ علاش علاقاتنا الغرب والشرق هك؟ دونك من يحترم الغرب يحترم ليكيفالون مورال. أنت يلزمك معناها توصل إلى مستوى من العلمانية والتحرر والإيمان بالحقوق والحريات على الشكل الغربي، والإيمان بالعلاقة مع العالم والعلاقة مع الدين والعلاقة مع الآخر على الشكل الغربي. إذا أنت مش هكا لا تستحق صفة الإنسانية أصلا، ديجيومانيزيك. وإذا نزعت عنك صفة الإنسانية دونك أبيح قتلك، أبيح قصفك، أبيح إبادتك، لأنك لا ترقى لمستوى الإنسانية. إسرائيل ترتقي إلى مستوى هذا الآخر الشبيه النظير، بينما فلسطين هي ذلك البربار الهمجي المتخلف لأنه مختلف، إذا يهدد ذلك الكيان الراقي الحضاري الغربي. وباقي هذا مش إجابة سفين، خاطر حتى قاعد أنت تتكلم وأنا نتخيل فيما هو اللي نجم يلقاه في هذاك، نجم يلقاه في هذايا، جوست خاطر فما نسلطوا في الضوء معناتها على اللي شبه له في هذاك وما يوريهش اللي هنا زاد فما شكون يشبه له، ولا خاتصور في فلسطين زاد باش تلقى بيت تشبه له معناتها، تعيش كيفه وتشبه له وتتصرف كيفه. الحوار هذايا مع الاسرائيلي قال لي فما عرب ضد حماس وفما عرب في الجيش التسهال في الجيش الاسرائيلي. قلت له بيان ايفيدامون، اما ما فماش عربي ضد القضيه الفلسطينيه وضد ومع الاستعمار.
وقتها خرج من الروجيستر اللي يحكي عليه هو اليونيفرسال والاوكسيدونتال والغربي، قال لي لا اسرائيل هي استعمرت العرب ومشى لي للتوراة. قلت له هوني لي تيموان والمسلمين والمسيحيين، واي واحد ولا هندوسي ولا بوذي يدخل على اي ارض اليوم في العالم يقول لك عندي كتاب عمره 7000 سنه وكذا. دونك خرج هو يستعمل الروجيستر ذا يونيفرسال والحقوقي والكوني والحضاري الغربي في مصلحته، كي يعجز يهزك القراوستي ويهزك الديني ويهزك الفوندامونتاليست. فهمت؟ معناه الغرب يحترم الافراد اللي يشبهوا له، ما يحترمش الدول اللي ما تشبهلوش والمجتمعات اللي ما تشبهلوش، وهذا ذنب فلسطين، وهذا اللي ركز عليه، هذا ذنب الفلسطينيين وهذا ذنب العرب والمسلمين. لا، وهذا انا ممكن كباحث نفيق به خاطر من قبل نتعرض له كوريث للسوسيولوجيا الفرنكفونيه لمستعمرتنا احنا مثلا في تونس. لكن الناس توا مصدومين، كنت تشوف اغلبيه النخب مصدومه في الموقف الفرنسي، مصدومه في الموقف الامريكي، مصدومه في الموقف الغربي اللي هو مش صادم، اللي هو متوقع عادي جدا، لانها تعتبر فما كيان متحضر سيفيليزي، جو دي بيان سيفيليزي، يعاني من البربري المحيطه به، اللي هي بعثوا له اسرائيل غادي اصلا هي باش تطوره وباش تحمي الغرب من الاخرين المحيطين به، باش يمولوش دول قويه عسكريه واقتصاديه وتهدد الغرب. وهوني شنو نقول؟ نقول راهو نفس الموقف من العرب، هو نفس الموقف من روسيا، هو نفس الموقف من الصين. سي لا نورماتيفيتي اللي مشكله فيها، ثم معايير وثم مشروع حضاري يخيف الغرب ويتناقض مع الغرب، مختلف عن الغرب، دونك هو يشكل خطرا على الغرب. اسكو قاعدين يغذيو، خاطر كي تقول لي نفس الموقف من الصين من روسيا، من بعد تنجم تلقى معناتها تطور ونمو وما نعرفش، تنجم تلقى الحاجات تشبه. شنو هو البربري في معناتها؟ خاطر فما صوره قاعد تتغذى من خلال الاعلام، من خلال مخيل هكا، العلاقه مع الجسد، العلاقه مع الحياه، العلاقه مع الرغبات، العلاقه مع الهويه، العلاقه مع الاخر. هم مثلا روسيا حتى دينيا تمثل المسيحيه الارثوذكسيه، تمثل ثقافه المحافظه على العائله، حتى العلاقه مع الدين ماهيش نفس العلاقه. كي نحكوا عن النموذج الغربي، النموذج العلماني، النموذج النيو ليبرالي، النموذج نموذج الفلسفه الماديه، لماذا توجد الحياه؟ لماذا وجدنا واين سنذهب؟ معناها هي مساله عميقه جدا. روسيا لا، متشبهش الغرب في هذا، هذا في صراعات تجي تشوف خطابات ترامب، خطابات بوتين، معناها ديكلاري، معناها ديسكورسيفمون يتقال احنا عندنا العائله هكا، واحنا عندنا الثقافه هكا، واحنا الدين عندنا هكا، واقتصاد هكا. ما الذي تمثله اسرائيل؟ وقالوا من اكبر المفكرين الفلسطينيين كي صارت الحركه الصهيونيه وفكت في 47، قال نحن نواجه برجوازيه ارستقراطيه العالم. شكون هم الذين اسسوا الحركه الصهيونيه واللي اسسوا فلسطين؟ ما اسسوا، سامحني، الكيان الصهيوني في فلسطين. هم كانوا من اكبر الراسماليين ومن اكبر المفكرين ومن اكبر السياسيين في اوروبا. من الناس تتخمم وناس عندها فلوس وناس عندها امكانيات، وكانوا غربيين بيض باتم معنى الكلمه، وكان عندهم قوه وكل شيء. وهذا يفسر زاد انا في البيبليكاسيون الاخرين نحكي عليه شي دعمه في اسرائيل، لانه اسرائيل تمثل انالي فور، مش حاجه مش كما تو يظهر فيها ذلك الرجل المريض المسكين، لا، استنالي فور بين ادفيرسير ديفيرون وباربار. دونك اسرائيل موجوده خطر، فما لوبي يدعم فيها صحيح، اما زاد اسرائيل حليف، وقالها تو بايدن اخر مره، حليف استراتيجي ما يخليش فما دول كان عندها ماضي مخيف من الاندلس، معناها الخلافه العثمانيه وغيرها، دول تنجم تولي قويه وبحكم رفضها للمشروع الغربي ونموذج الحريه ونموذج العلاقه مع الحياه الغربي، تنجم كي تولي قويه مثل تهديد لي. دونك فما اسباب وعوامل موضوعيه جيوسياسيه ثقافيه اقتصادية تفسر معك.
مجددين مع ضيفكم وضيفنا السيد سفيان جبل، الاستاذ دكتور واستاذ علم الاجتماع. باش نحكيو بعد شوية على كما قلت دراسه اللي حبينا يجي بحضنا عليها الفتره الاخرى، جست وقتها كان مسافر، دونك انتر تان جات لا بوبليكاسيون هذه على لاكتواليتي في غزه. بالنسبه للدراسه الاخرى بعد شوية باش نحكيو عليها نتاع لي ليفرور، اليوم عالم في العالم تاعنا معناتها اليوم، اللي تشوفوهم في الكيسات وكل، شنو العالم نتاعهم، شنو الخصوصيات نتاعهم، حبينا نحكيو عليهم بعد شويه لانهم جزء كبير من الاقتصاد تاع بلادنا توا اللي يدوروا الاقتصاد الجديد معناتها الاونلاين. ولكن قبل نكملوا بالنسبه للموضوع، دونك اليوم عندك قراءه كنت تحاول تفسر انتوكا في قراءه نتاعك، محاوله تحليل لكيفاش تختلف النظرات بالنسبه للي صاير في غزه. حاجه ماذا بيا كنت تحاول تفسرها لنا، اللي المره هذه برشا ناس اتفقت انه المره هذه التعاطف مع القضيه الفلسطينيه معناتها تعدى حدود اللي تعودنا بها معناتها، فهمت، ومس عباد ما كانتش تتعاطف ومس عباد ما كانتش تتفاعل، وحتى لونغومون كبير واكبر، وحتى في الدول العربيه مش كان معناتها في الدول الغربيه، وشفنا المظاهرات والتظاهرات معناتها في حتى في جامعه هارفرد وفي مونريال، شفنا ساعه خرجوا العباد في عواصم غربيه قبل ما خرجوا في عواصم عربيه. كيفاش تفسر هذا؟ ونضيفوا زاده من شيره الموبيليزاسيون هذه الكبيرة اللي صارت عنده، حتى عند النخب اللي كانوا مش متعودين وكانوا نتهمهم انهم متطبعين، لكن من جهة أخرى زاد فما هل الدعم بين الظفرين الوقح للغرب اللي كان متطرف واللي كان تقلقت منه برشا عبيد. يوسف بلينكن وزير الخارجية يقول أنا جيتكم لإسرائيل بصفتي يهودي مش بصفتي وزير خارجية. بايدن يقول لهم لو كانوا فماش إسرائيل أنا عودت عملتها، قالها 40 سنة تالي عودها تو. هل الوقاحه ولا هالجرأه ولا هالتطرف في الموقف الغربي زاد يتفهم بنفس العامل اللي هو الفاكتور بولفيرسون هذا، هو طوفان الاقصى. علاش نشد انا قطاع غزه نحاصره ونطبق عليه معناها البحوث العلميه العسكريه الكل طيله 50 سنه، فجاه يقوم يعمل لي هجوم عسكري منظم والاجيز معناها نقولوا احنا اوروبيا مودرن، معناها بعقيده وبمنهج وباسلوب يخلي الغرب يرجع خطوه تالي ويقعد باهت. علاش الاخر زاد نرجع له المختلف هذا المتخلف اللي انا محاصره واللي انا معناها مديزيومانيزيه واللي انا حاقره صار قادرا على الحاق الضرر. تعرفش من قادر على الحاق الضرر الخوف الكل، علاش صارت اسرائيل وعلاش عملناها وعلاش عملنا هذا الكل وهالبومباردومون وهال التطبيع في الدول العربيه وهالهيجموني كولتوريل مفروض علينا وكيفاش ننسوا القضيه هذه، فجاه يخرج لي من الرماد كطائر الفينيق ويضربني حتى كف اللي هو نورمالمون ما يخزرليش في عيني. الف فوا ميليتير وخسائر ماديه اما سامبوليك، فما ترانسفورماسيون ولا ترانسبستانسياسيون صارت ماديا. مازال اسرائيل الجيش الاقوى، مازالت حماس مجرد ميليشيات ضعيفة ومتهمة موصومة ومنظمة إرهابية ودرا شنو، لكن جوهريا صار تغيير كبير، معناها تغيير باش يبدل برشا حاجات في المستقبل، في تطرف الغرب في مساندة إسرائيل وفي المد الشعبي والمساندة والليجيموني هذه معناها التي تواجه الليجيموني الغربي. دونك اللي صار انه تجرأ حماس انها تخرج من مربع رد الفعل نحو الفعل غير كل موازين القوى من جهتين، من جهه رجع الامل للعرب والمسلمين والمساندين القضيه الفلسطينيه انه فما امل تغيير على ارض الميدان، ومن جهه اخرى مس جوهريا الراسمال الرمزي الكابيتال سامبوليك نتاع الغرب ونتاع الكيان الصهيوني. هذا هو العامل اللي خلى كل شيء يتبدل. وحسب رايك شنو مستقبل، حسب القراءة السوسيولوجية معناتها شنو مستقبل اللي صاير الكل، كيفاش باش تتصرف الشعوب، كيفاش تتصرف العباد؟ فما سؤال ديما يتطرح، ما عادش كان عنده إجابة في السوسيولوجي معناتها إلى متى؟ بون سوسيولوجي ديما أنا كتبتها أمس الراديكاليزاسيون اللي نحكوا عليها، التطرف العنيف مثلا من منظور العلمي التقني البحث، خلي الجانب الإنساني والجانب القانوني. الجيش الإسرائيلي وحماس زوز منظمات متطرفة عنيفة. إيه معنى الناس ما تعجبهاش كي نقولوا على حماس، اما تتقال زاد على الجيش الاسرائيلي اللي يمارس فيه ايليجيتيم ايليغال، هو ايمان بفكره راديكاليه وتطبيقها بطريقه راديكاليزي، تطبيقها بطريقه عنيفه. هذيك تقولوا للغربيين بالمنطق الاكاديمي السوبيريور يتغشوا ما يلقاوش ما يجاوبوا،
هذه نحب نركز عليها نقطة. اليوم الحل إذا فهم الغرب أنه الآخر زاد ينجم يمارس العنف كما هو يمارس فيه، أما هو عنده ليجيتيميتي والآخر ليجيتيم، باش تبدل برشا معطيات. ونتصور في المستقبل القريب، مش القريب، متوسط أو طويل، على موان لون تيرم، باش تبدل برشا معطيات، على خاطر ثم قوة جديدة قاعدة تطلع، وثم حتى مش قوة جديدة، حتى أساليب جديدة في الصراع. أنا نسوى 5 كيلو وأنت 30 كيلو، أما رانا نضربك. هذا ما كانش قبل. اللي صاير في مع روسيا، اللي صاير مع إيران، اللي صاير مع العرب، حتى سياسيا، حتى في مواقفهم، اللي صاير مع حماس، مع حزب الله، باش يبدل برشا حاجات. هذا الآخر المتحضر الغربي ما عندوش نفس الديزافكت، خاطر فما ديزافكت تحرك العالم. الخوف من الموت، والعلاقة مع الحياة، والنظرة للإنسان، والنظرة للحياة كحياة متعة، كحياة هيدونية، أنا نعيش جنتي في دنيتي، ضد الآخر الذي ما خليت له ما يخسر، واللي عنده جنة كما معناها الجنة هي الأساس، واللي عنده الموت والحياة متساويين، راه باش يبدل برشا معطيات. عسكريا بيان ايفيدامون نجيب محلل عسكري يقول لك لا مستحيل، أما سوسيولوجيا، سياسيا، نفسيا، فما برشا حاجات باش تبدل. أهمها أهم هي هذه، هو هذا. مدى قدرة هالكيان هذا على المقاومة وعلى الصبر في وضعية كما هكا، خاطر مشروعه ما يوفيش. هز منظمة التحرير نحال سلاحها وهز الأسلو، وافقت على الدولة وقالها بطلت، ما عادش عينه فيها الدولة هذه. كل ما تعطيه مترو ياخذ 7، وهذا يفهموه الفلسطينيين، وفهمته القوى الداعمة لفلسطين حبا في فلسطين، أو معناها كما إيران ولا غيرها استراتيجيات. راهو الكيان الصهيوني هذايا مش باش يرضى. علاش مثلا مصر خايف والاردن خايف؟ خاطر يحبوا يهجروا الفلسطينيين، ويحبوا ياخذوا لهم غزه والضفه الغربيه. دونك الى حد ما نعتبر، وهذا هو باش نختم بها، وصلت الحكايه لنهايه، معناها وصلت اسرائيل الى درجه انها خلت الاخر ما عنده ما يخسر. والاخر هوني متعدد ومختلف، بما فيه العالم العربي الاسلامي كحذر، بما فيه الدول المحيطه، بما فيه الفلسطينيين الداخل والخارج، بما فيه حتى الغرب المساند له. اليوم برشا برشا أسئلة، برشا تساؤلات تسمع فيك، ما تتفسر وتجيب عن وقت وعن دراسة أخرى حبينا نرجع عليها فقط مرة أخرى. معناتها بالنسبة للي كنت تفسر فيه، معناتها والقوى الأخرى والمصالح مهما كان كما قلت أنت، حبا لفلسطين ولا غيره. معناتها اليوم فما شكون يقول حتى الموتيفاسيون في بعض التحاليل، ما عرفش كان سمعت، يقول لك حتى الموتيفاسيون بتاع التسريع باللي صار مع طوفان الأقصى، معناتها يقول لك لأنه كان فم المشاورات والمفاهمات قاعدة تصير بين السعودية وبين إسرائيل، إسرائيل هكا يقولوا قولوا ما تسرعوا، لخاطر لو كان صار مثلا اللي صار مع دول أخرى، ها معناتها يقول لك وقتها بون، تولي. ما نتصورش، خاطر السعودية أكثر طرف غير حليف للفلسطينيين. يقول لك جوستومون كي صارت هذه باش تحرج، باش اي، تولي تصعب المفاهمة. حتى كان تبعت السعودية مع إسرائيل، ما عندها ما تضيف، خاطر عمرها ما كانت حليفة. السعودية القديمة بتاع الملك فيصل، اي، السعودية الحالية معناها كيف كيف الإمارات. تقول لي قطر، طبعا نقول لك كارثة بالنسبة لحماس على الأقل، فهمت؟ نعرفش أنا، فما الدول كي تبع هي نجم تضر القضية الفلسطينية، مش السعودية، ما نتصورش. سوسيولوجيا هل فما مقومات، وهذا السؤال ممكن في أكيد مخ برشا عباد زاده ونختم به، فما مقومات حرب عالمية سوسيولوجيا؟ بون، هي من منظور الجيوسياسة ولا السوسيولوجيا العالمية والديموغرافيا، نتصور الحرب حرب اقتصادية، فهمتني؟ ما نتصورش حرب عالمية عسكرية، ما نتصورها حروب صغيرة عسكرية لتحسين شروط التفاوض بين القوى الكبرى، كما قاعد يصير في أوكرانيا، كما يصير في فلسطين، حروب بالوكالة. الحرب الحقيقية اللي تنجم تصير في المستقبل هي حرب بيئية وديموغرافية. هل الآخر الغربي الذي انتصرت حداثته وحضارته صار لا ينجب، وصار عقيما، وصار مهتما بملذات الحياة لمدة عقود، وصار وكعادته من أفلاطون اليوم ينظرون الآخر يا إما يحتلوه يا إما يجيبوه. هانو يجيبوا في الناس ويجيبوا في المهاجرين، من شير يجيبوهم، من شير يحبوهم شحرق، من شير يسبوهم. يعاني هذا الآخر، لن يندثر، ربما سيظل محافظا على الهيمنة الثقافية، لكنه يحتاج إلى الشرق، يحتاج لنا. وهذا باش نشوفوه في المستوى اللي قاعدين نشوفوه فيه توا، باش نزيد نشوفوه، لأنه المعركة الحقيقية هي معركة ديموغرافية ومعركة بيئية، لأن بيئية الخطر قلت. المحدق معناها باش يضر الناس الكل، البيئة ما تقدرش.
شكرا ليك، قد معنا ما تبعدش بشبشي، وإحنا مع فاصل وكي باش نرجع، باش نرجع بموضوع آخر، موضوع مهم ياسر تشوفوا فيهم توا، ممكن تتباتوا تسويت، مازال بكري شوية، مي بعد شوية تشوفوهم لي ليفغور في الكيسات متاعنا في البلايص كل، في أكثر وأكثر مدن معناتها كل نهار، خاطر مازالت مش تونس كل، مي سينو فما زاد في مدن أخرى بطريقة أخرى، ولكن بالأساس في بعض المدن التونسية مبني عليهم بلاش بيهم ما فماش الاقتصاد الجديد اللي قاعد ينمو، يعني نتاع ليفريزون من الماكله لكل شيء، معناتها لي بيان، معناتها القضيه نوع انواع مختلفه من المقتنيات، وليفغور مش كان بالموتور، بالسيارات، فما بيزنس موديل كامل معناتها تبناه، فما شركات مبنيه عليه، وفما اقتصاد كامل يدور به اللي عنده حجم مهم اليوم في الناتج الداخلي الخام. سي سفيان، ان شاء الله نذكر مستمعينا الدكتور واستاذ علم الاجتماع، عمل دراسة على العالم نتاعهم اللي حبينا نحكيو عليها فترة الأخرى، فحبينا نخصوا جزء آخر دونك الآن بعد الفاصل على الموضوع نتاعهم مدة 10 12 دقيقة تقريبا، راجعين في برنامجكم إكسبريسو، خلينا نفهموا هالعالم هذا كيفاش يدور اليوم.
انترفيو. مصرين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح، نهاركم زين، نهاركم مبروك. بعد شوية فقرتكم فوكس كيو مع قيس سعيدي، الآن حوار مع أستاذ الدكتور أستاذ علم الاجتماع سفيان جبل. نحكيه معاه كما قلت لكم قبليك، تكلمنا بالحق ما خلطوش علينا، عودوا اسمه وعودوا تفرجوا في الجزء الأول من الحوار معه اللي كان مخصص لقراءة قدمه بشكل مقال معناتها فيما يخص اللي صاير في غزة، معناتها علاش صاير كيفاش الناس تنظر لذلك من حضارات مختلفة، شنو مستقبل اللي صاير غاديك، شنو اللي خلى التفاعل يكون مختلف الى اخره. هذا الكل فسروا انتوكا في اجتهاد منه قراءه سوسيولوجيه. الان دراسه حبينا يجي بحذانا فتره وكان مش في تونس، دونك نغتنموا فرصه وجوده. الان دراسه تريز انتريسونت بالنسبه لي، لانه نشوفوا فيهم يعيشوا معنا يسركلوا معنا، كان تكلموا بالتونسي ساعه حتى تتقلقوا منهم في الكيس. ومش كان هذايا ان توكا معناتها هما بلاش بيهم ما تدورش الاقتصاد الجديد نتاع الاي كوميرس، معناتها هما لي ليفغور مهما كان في كهرباء او في على موتور تتعاملوا معاهم ريغوليرمون، فما شكون كل نهار، فما شكون حتى مرتين وثلاثه في النهار، فما شكون مره في الشهر، ما الناس الكل بليزوموا قاعده تتعامل معاهم واكثر واكثر. وهذا بالارقام كي نشوفوا اليوم حجم الاي كوميرس في الناتج الداخلي الخام لبلادنا لي ليفغور. درستهم شنو قلنا عليهم اليوم؟ هي دراسة أنا وزميلي أمين الحسيني لمنظمة فريدري شيبيرت مكتب شمال أفريقيا وشرق الأوسط ميناء. ستان بوليسي بيبر على شكل مقال علمي، خاطر عملنا بحث ميداني، عملنا مقابلات وعملنا ملاحظة بالمشاركة، عملنا وثائقي بحثي تنجم تلقاوه سيور انترنت، هندوك متاع 7 دقائق صورنا وحكينا فيه حتى الدوك على الوضعية متاعهم، أما سو فورم دو بليدوي. بالنسبة للمقال خدمنا على سمينا الشباب التطبيق والحريف في سوسيولوجيا خدمات توصيل الأكل في تونس، خدمنا على ليفغور دو روبا اللي يخدموا مع الشركات، ما نعرفش تسميهم ولا حاسلوا الشركات نتاع ليفريزون دو روبا، جلوف وجوميا ياسير اللي تراو فيهم في الكياسات. اكتشفنا برشا حاجات باهية وخايبة، ما أغلبها للأسف سلبية، اما تعطي لمحه على الاقتصاد الجديد. علاش اليوم من قبل كورونا سي جراس ولا اكوز دو كورونا، اليوم حتى صوم الاكله في تونس قداش تكلف كي طيبها في الدار، الوقت اللي عندك كموظف ولا كعامل سيركولاسيون ترونسبور لاكسيليراسيون نتاع الريتم نتاع الحياه، هذا الكل انتج إضافة للدولة وسياساتها الاقتصادية الغالطة وسياساتها المجالية الغالطة وسياساتها الاجتماعية والديموغرافية الغالطة، أنتج واقعا يخلي انه شركات كيما هذه افيك لي زابليكاسيون هذه تلقى ان تيران بروبيس باش تنضج هكذا اقتصاد، حاجه باهيه، وتلقى في الشباب اللي ينتمي لطبقه هشه بريكير باش ما نقولش بروليتير، يسكن في حوم معناها فيها اقل تنميه وفيها اقل امكانيات وبنيه تحتيه، راس مال ثقافي ضعيف، يعيش في نوعيه حاجه حاله من الايرونس وديزافيليسيون، لي دو عوامل هذوما يتلاقاو باش ينجو هكذا اقتصاد. شركات اون ليني، شباب عاطل على العمل يخدموه خدمه للاسف كانت نجم تكون طياره اقتصاديا، معناها كانت نجم تكون حاجه مفيده برشا اقتصاديا لو كان فيها الحد الادنى من كرامة الاجتماعية والاقتصادية للناس هذه، الناس اللي تخدم سون كونترا، تخدم بأقل معناها مرابيح وداخلة في الخسارة وخارجة من الربح. سوف كو الشركات هذه الأخرى اللي هي أغلبها أجنبية دوفيز، داخلة في الربح خارجة من الخسارة، ماهيش ردوفابل، ماهيش مسؤولة اجتماعيا اقتصاديا، كانت نجم تكون وضعية مفيدة للرأس المال التونسي ومفيدة للدولة التونسية ومفيدة للشباب هذا لو كان جات فما معناها كونتراكتواليزاسيون. تفكر حكينا قبل على النهج الاسباني، قلنا سان سيكتور انفورمال فورماليزي باغ لو فورمال، هذا سيكتور فورمال بريكاريزي باغ لو فورمال، معناها هو اقتصاد منظم نظامي لكنه صار هشا بسبب تواطؤ او غياب او ضعف الدولة على الريغولاسيون اللي يقوم بها، حتى اقوى الاقتصادات الرأسمالية الدولة تقوم بالريغولاسيون معناها
نشاط الاقتصاد. انا ما نعرفش الوضعيه الماليه، ولكن ديما نسمع بالعكس اللي الشركات هذه خاسره، بالعكس معناتها ساعه ساعه نتسائلوا كيفاش يتواصل الوجود نتاعهم، ولكن ديما عندهم نظره جلوبال معناتها بلاد تهز بلاد، فهمت؟ معناتها مثلا في تونس معناتها نحكيو مع البعض منهم، معناتها فما خاسرين يضخوا في اموال دايوغ، يبدلوا في البزنس موديل نتاعهم كل مره يقعدوا يلوجوا. وبالنسبه للريجولاسيون معناتها نشوفوا حتى ديما دي روبورتاج دانفستيغاسيون وكل معناتها في معناتها على الوضعيه نتاع لي ليفرور اليوم، شفت اكيد معناتها في دول اوروبيه ومشكل كبير معناتها، فما حتى شكون يوصل خاطر يبداو بلا شوراق، دونك وضعيات من نوع اخر معناتها يخدم، دونك يخدم من تحت عبد وما عندوش الحق يخدم، دونك هذيك من الخدمات اللي نجم يدبرهم ويخدم فيهم، دونك يبدا واحد هو فيزيبل عنده صحيح. كونت معناتها نتاع ليفرور ولكن يخدم تحته وبدو معناتها في تونس كيف اما شوف شنو في تونس فما مقاولين يخدموا في ليفرور، خاطر مثلا المقاولة ذات لوتو اونتربرونور في تونس ماهيش مفعلة، ما ينجموش يعملوا باتيندا، البيروقراطية العظيمة اللي عندنا، ما ينجمش يخدم غير حد شيء، يخلص معناها في 4000 يقسم فيهم ظهر لي، مع معناها كي تجي تشوف الريستوران والليفرور هم أكثر ناس متضررة بارابور لابليكاسيون اللي داخلة أونلاين ورابحة في رابحه 100%، فهمت؟ علاش ما تعوضش ليزابليكاسيون هذا؟ صعب ابليكاسيونات توانسه ديجا وتكون شركات موجوده وتعمل دي كونترا سي دي دي ولا اللي هو مع ليفرور وتولي عنده شهرين، ثم شركه واحده تعمل فيها حقا الحق هي كول، اما شركه اخرى تعطيك منها تنحي لك منها، معناها تجي تقول له اعتراف بدين على 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 الكاس، معناها كي يصير له اكسيدون مثلا فماش اسيورونس ما يستعرفوا له بشيء، وعامل اعتراف بدين على الكاس باش ما يسرقهاش، وفي الاول يدخل بثلاثة أربعة ملايين باش يجيبك الموتور والكاسكا والحاجات، معناها كي تجي تشوف في الاخر وكانه هو يعمل كل شيء وما ياخذ حتى شيء، معناها ريت نشاط وبطبيعة كان في فما اي ماركه ملي تسميه ويحبوا يتفاعلوا معاها، انا في بالي مش خدمت معاهم، خدمنا معاهم فما ثلاثه زوز منهم لكن يحبوا يحقر ما حضروش في السيمينار، فما زوز قبلوا في ليزونتروتيان وثلاثه منهم ما قبلوش يعملوا ليزونتروتيان بعد المماطله والتسويف رفضوا. فما شكون عطانا ريكومونداسيون قال زيدوا نقصوا لهم 2000 ريكومونداسيون طيارة هذه. يبقى شنو معنا مش هي مش تضامن مع الليفرور وضد الشركات هذه، لا انا نرى انه كان فما بوتنسيال نتاع اكتيفيتي ايكونوميك باهيه لو كان يصير معناها تقنين الوضعيه، انه تصير دي كونترا هكا ما قلناش لا زياده في الشهر لا نقابات اعطيهم اعملوا دي كونترا نبداو بهذا، كان تصير دي كونترا يولي عنده سي ان اس اس يولي عنده كنام يولي عنده اسيرونس يولي عنده مدخول تولي الوضعية باهية وينجم يولي عنده نقابة ينجم ينتمي للطبقة الوسطى ينتمي للطبقة العاملة، هما توا بريكاريا بريسك انفورمال يعيشوا فيها شاشة تامة، راس الشهر بالصيف يخلط يعاود يرجع يخدم يعيش في خطر نفسي وخطر مادي على حياته، خاطر هو مسألة وقت كيما فورست جامب انا شبهته، لازم يجري لازم يحرق ضوء، انا قبل نتقلق منهم كيفاش يحرقوا الضوء ونسب فيهم وكل شيء، بعد اللي فهمت كليك الحكايه، ريت انت ما تكليكيش كليك الاخر يهزها الاخر الليفريزون والكليون ما توصلوش ينيولي وتخسر انت وتخلص انت من جيبك، معناها انت في صراع ضد الوقت، معناها مش شريت الكل متعبه وكل شيء، رغم انها تقدم في خدمات المواطن ورغم انها فيها برشا فلوس. مهم ياسر كما قلت انت نفهموا العالم نتاعهم، ولكن في نفس الوقت زاد فما موضوع اخر نعش كان تطرقت له، التكوين نتاعهم علاقتهم بالمواطن تصرفاتهم مش كان في الكياس حتى مع الحريف الى اخره، بورتون اي سون نوتي البروفيل دار و تنجم تحط نوت مش ديما معناتها الخدمه في المستوى فوالا معناتها اليوم معناتها الدخول للمجال هذايا ممكن مستسهل بورتون لي كونديسيون زاد صعاب وكل، معناتها كيفاش نجم يتنظم معناتها دي ريكومونداسيون باش يصير خير باش الخدمه تكون خير باش الجوده تكون خير باش هما يبداو خير باش الشركات تولي مربحه ورابحه للناس الكل. ان كونترا اول مره في دراسه نعملها يبدا عندي حل واضح وصريح وجلي، كونترا اعمل له كونترا تولي قانونيا منظم اداريا منظم اجتماعيا منظم اقتصاديا منظم وكل شيء، رغم انه في السيمينار اش عملنا ريت خليتش الباحثين يحكوا برشا، جبت لي ليفرور يحكيو، جبنا مراه كبيره وطفله صغيره وجون وحكاو على وضعيتهم وحكاو على مشاكلهم، هم عبروا ابار المقال هم عبروا على مشاكلهم،
بيان سور تاخذ نوت خايبه ما عادش يخدموك، ما توصلش ما عادش يخدموك، وسيب لي ومنظمه وكل شيء، لهم دي ديلانكون، لهم خريجي سجون، لا حتى شيء، ناس تحب تخدم ماهمش وظيف ماهمش باغيسو، ناس تحب تخدم دي جون ينتموا لطبقات فقيره، يحبوا امنوا للاسف ولو لحسن حظ بالامريكان تونيجين دريم، امنوا بالسكس ستوري، قال لك ما تخدمنيش ما حاجتيش مسمار في حيط ما حاجتيش وظيفه عمرين حاب نخدم، كي جاي يخدم شوف شو صار فيه. ان شاء الله لا. ان شاء الله نخلوا الامل للشباب انه يحب يخدم يحب يعمل مؤسسه، علاش لا ما يوليش هو عنده شركه نتاعو، فقط نعمل لهم دي كونترا. قلت لك اول مره في دراسه نحس فما حاجه واضحه، نعمل لهم دي كونترا وبعد نشوف. هذا الدولة دور الدولة دور حتى الشركات. مشكل ومشكل كبير كما قلت انت، تنجم تتسرق له يتسرق له الموتور، تنجم تتسرق له ينجم الفلوس، تنجم يعمل اكسيدون. لا لا على خاطر ديما ديما العلاقه نتاعهم ديما مثلا ما كي يخلط للحريف معناتها يطلبوا من الحريف باش يخرج له، هذا الحريف علاش عمل ليفريزون داره، عمل ليفريزون داره مش الشجره الثانيه لا الثالثه على اليمين بحدا داره. لا ما هو شي يقول لك زاده، ما هو لازم دون لا ميم لوجيك تاع انت تحلل وتفهم، خاطر يقول لك نخلي موتور يتسرق معناتها يخلي كرهبه تتخلع تسرقوا لهم موتورات خاطر فهمت. وحكيت حتى مع هوني حوارات هوني في برنامج اكسبريسو نتاع شركات دو لوجيستيك، معناتها يفسروا هذا يعطيهم الحق، يقول لك معناتها يبروا، مش معناتها يقول لك انا قاعد نبر في موقف ليفور اللي يخدموا معنا، يقول لك احنا خاطر هو عنده لا فيزيون ماكرو ولا توصل الكل، يقول لك فماش نهار يتعدى من غير ما تتخلع زوز ثلاثه اربع كراهب وتتسرق. هذا هو معناتها عنده كاسه فلوس مجمرين يشدوه في رومبوان يشدوه في نفق في كل فلوس. يعطيك الصحة ان توكا، شكرا ليك. بتدخل لازم نعرفش هكا نهار يوم يصير تتلم فيه الناس هذيا الكل بتات بارتون بارتون، معناتها في نوع من الندوة بتتقرب وجهات النظر، ما نعرفش كان هما نظموا رواحهم فما شكون يمثلهم. هذاك الاشكال زاد فماش الكويزيون يخمروا، ما نعرفش كان يسمع فينا. نصحت اتحاد شغل حضر يعطيهم الصحة، نصحت انه يعاونوهم كوبيراتيف نقابة اللي هو منظمة الأعراف، مرحبا بالناس كلهم. شكرا لك يعطيك الصحة سي جمال، برافو على البيرتينونس ديما تاع خدمتك وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك. فاصل راجعين مع فوكس كليون قيس عادي.